بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة الوزيرة هيلين ماري لورنس، وزيرة بوركينا فاسو للمرأة والتضامن الوطني والأسرة ورئيسة المؤتمر الوزاري السابع للمرأة، السيد الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أمين عام منظمة المؤتمر التعاون الإسلامي، السيدة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية، رئيسة المؤتمر الوزاري الثامن للمرأة، السيدات والسادة الوزيرات والوزراء ورؤساء الوفود، السيدات والسادة رؤساء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي سروري أن أشارككم اليوم افتتاح هذا المؤتمر الوزاري المهم الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية هنا في العاصمة الإدارية الجديدة التي تعكس صورة مصر الحديثة ونهضتها وتؤكد ميلاد جمهوريتها الجديدة التي تتسع للجميع دون أي تمييز أو تفرقة، وفي ظل مبادئ الديمقراطية والعدالة والمساواة والمواطنة. السيدات والسادة، تتشرف مصر برئاسة الدورة الثامنة لمؤتمر وزراء المرأة لدول منظمة التعاون الإسلامي، وهو الأمر الذي يأتي ليؤكد مرة أخرى مدى الاهتمام الذي توليه مصر بالعمل على الارتقاء بالتعاون وتعزيز التضامن بين دول المنظمة من أجل تحقيق نقلة نوعية في مختلف مجالات العمل ذات الصلة بقضايا المرأة في دولنا ومجتمعاتنا الإسلامية، وحرصاً على أن تواكب منظمتنا التطورات المعاصرة التي يشهد العالم من حولنا، يأتي اختيار موضوع الدورة الثامنة للمؤتمر وهو الحفاظ على مكتسبات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في ظل جائحة كوفيد-19 وما بعدها.